هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. امرأة أنيقة. ركب عبد الله بغريب القطار في طنجة، حيث كان قد أمضى 10 أيام من العطلة لدى أقارب له يسكنون في حي سواني. ذاك 5 من شتنبر كان القطار مكتظا، أسر كثيرة تعود إلى مدنها بعد أن أمضت العطلة الصيفية على شواطئ الشمال. يعمل عبد الله بغريب موظفا في البريد في الرباط. الشاب الذي يبلغ من العمر 35 عاما لم يتزوج بعد. كان كلما فاتحته أمه أو أحد من أصدقائه في موضوع الزواج يرد بأنه لن يفعل قبل أن يستمتع بالتجول في كل أنحاء المغرب، شطآنه وجباله وصحرائه. لم يكن فيما يبدو مستعجلا الأمر، ولعله لا يفكر فيه البتة، إذ لم تعرف له علاقة توحي بأنه مقبل على الزواج. كان شابا ودودا، طيبا، لبقا ومهذبا. يعلم أقرباؤه في طنجة أنه لن يمضي مباشرة إلى الرباط، بل سيتوقف في القصر الكبير للتسوق من سوق معروفة بعرض السلع المهربة عن طريق سبتة المحتلة. كان أحدهم قد حدثه عن تلك السوق بكثير من التشويق، وقد وضع في حسابه أنه قد يضطر إلى قضاء الليل في القصر الكبير وألا ينطلق إلى الرباط سوى صبح اليوم التالي. كان ذلك في 5 من شتنبر من العام 2000. حمل الشاب حقيبة الظهر التي كانت متاعه الوحيد، ودع قريبه الذي أوصله إلى محطة القطار بطنجة، اشترى تذكرته في الدرجة الثانية إلى القصر الكبير. بعد نصف ساعة بدأ الإركاب. في المقصورة التي جلس فيها أسرة من زوجين وطفل يبدو في 6 أو 7 من العمر. بجانبه امرأة تبدو دون 30، أنيقة ملأت رائحة عطرها المقصورة. لما انطلق القطار كانت 4 عصرا، وما لبث أن دخل المقصورة رجل 40 حلق ذقنه بعناية لا تخفى. ما كان يلفت الانتباه إليه أن الحرارة المرتفعة لم تثنه عن الاحتفاظ بربطة عنقه. خيل لعبد الله أنه مسافر في مهمة. تلك لحظات لم تطل. أخرج من حقيبته أسبوعية فرنسية طويت واختفى عنوانها، الصفحة التي يقرأ فيها أخبار فنانين غربيين مشاهير. لما انتبه إلى أن التي بجواره تحاول أن تقرأ ما في الصفحة خلسة التفت إليها. لما فاجأها ابتسمت، رد بابتسامة وناولها المجلة، تسلمتها منه شاكرة. كان أسلوبها ينسجم تماما مع مظهرها الأنيق. وبينما مضت تقلب الصفحات أخرج كتابا لعله رواية وانهمك في قراءته. لم يدر كم مر من الوقت لما سمع صوتا يعلن عن دخول القطار إلى محطة أصيلة. لم يحد ببصره عن الكتاب إلا لما توقف القطار. في الممر حركة، مسافرون قليلون نزلوا، بينما تدافع دخولا إلى العربة 10. تصور أن ما يحدث في العربة التي هو بين ركابها يحدث في عربات أخرى. ثم أعادت إليه المرأة الأنيقة مجلته شاكرة مرة أخرى. في ابتسامتها جاذبية أحس بها. قالت: يبدو أن أناسا كثيرين أمضوا عطلهم في أصيلة. وافقها الرأي. أضاف أن شاطئ المدينة جميل وأن التنشيط الثقافي بها يغري بالقدوم إليها. هل سبق لك أن زرتها؟ قالت: لا، ولكنني سمعت أناسا كثيرين يحكون عنها وعن موسمها الثقافي. وأنت؟ ابتسم وقال: زرتها قبل 4 أعوام. لم يعلم عبد الله على وجه التحديد ما الذي جعله يندفع بفضول لم يعهده في نفسه ويسأل المرأة عما إذا كانت تسكن طنجة. بدت وكأنها توقعت سؤاله.
ذاك ما أوحت به العفوية التي ردت بها. قالت إنها تعمل في شركة للاستيراد والتصدير بطنجة، ولكن عائلتها تسكن القصر الكبير. لم ينتظر أن تسأله: أنا من الرباط، أعمل في البريد، أمضيت بضعة أيام من العطلة في طنجة، وسأتوقف بالقصر الكبير لشراء بعض الأشياء من سوق سبتة، ثم سأسافر إلى الرباط. ابتسمت المرأة ولم تنبث ببنت شفة. كان القطار قد تحرك متسللا من محطة أصيلة. عاد الرجل إلى القراءة. من تركيزه ذاك أخرجه صوتها الدافئ يسأله إن كانت له عائلة في القصر الكبير. لا، لا أعرف أحدا هناك. كانت نظراتها تخترقه. مرة أخرى تلك الابتسامة العريضة التي تكشف عن أسنان ناصعة البياض: مرحبا بك في القصر الكبير. ثم سألها إن كانت تستطيع أن تدله على فندق يقيم به ليلة قبل أن يغادر في الصباح. قالت له إنها لا تعرف على وجه التحديد، وإنها تستطيع استضافته في بيت أسرتها. احمرت وجنتاه وهو يسمعها لا يصدق. امرأة بمثل تلك الأناقة واللباقة. شكرها، ردت بأنها جادة فيما تقوله. كان الأربعيني قد أغفى، في لحظة ما سمع يغط، فتح عينيه ثم عاد ليغمضهما. الزوجان في الكرسي المقابل لا يتكلمان، والصبي الذي يرافقهما نزع إلى الاسترخاء. أخرجت من حقيبة كانت تضعها في متناولها قنينة ماء معدني وكأسين بلاستيكيين. صبت كأسا وشربت، أشارت إن كان يريد ماء، ابتسم فملأت له الكأس الأخرى. المساء يقترب، أحس برغبة في النوم ثم استرخى. لم يعد يسمع شيئا. بعد أن استيقظ كانت قد اختفت تلك التي كانت بجانبه. الذين كانوا يجلسون على الكرسي المقابل غادروا، وجاء مسافرون آخرون. سأل إن كان القطار قد دخل محطة القصر الكبير. ابتسم رجل كان في الكرسي المقابل وقال إن القطار غادر القصر الكبير منذ ساعة ونصف الساعة. تفقد حقيبة الظهر، اختفت هي الأخرى. لم يكن هناك احتمال آخر، لقد تعرض للسرقة. كل شكوكه تنصب على تلك المرأة الأنيقة التي تبادل معها أطراف الحديث، تلك التي قالت إنها تعمل في طنجة وإنها ترحب به في بيت عائلتها في القصر الكبير. يحس بصداع في الرأس، حتى هاتفه اختفى وحافظة نقوده وكل أوراقه. سيكون عليه أن ينزل في المحطة القادمة. نزل في سيدي سليمان. كان يخشى أن يضبط في الباب بتذكرته التي لا تخول له السفر إلا إلى القصر الكبير. تنفس الصعداء لما خرج. كل ما كان يفكر فيه أن يتصل بشقيقه في الرباط ليأتي ويحمله. كان الوقت متأخرا ولم يكن له سوى أن يمكث في المحطة، لعلها الليلة الأطول في حياته. جاء شقيقه في حدود منتصف الليل. بعد أن حكى له ما حدث وافقه الرأي بأنه تعرض لعملية نصب وسرقة. ظن أن تلك الأنيقة اللبقة جرعته مادة مخدرة. بداخله مرجل يغلي، كان يستشيط غضبا. قال له شقيقه واسمه عبد المولى إنه على استعداد للذهاب معه إلى القصر الكبير وحتى إلى طنجة، علهما يصادفان تلك التي يظن أنها سرقت حقيبته وكل متاعه وما كان معه من مال. يعلمان أن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على الصدفة، وقد اختار أن يراهن على الصدفة، مستحضرين ما يقال رب صدفة خير من ألف ميعاد. توجه إلى الرباط. في الصباح قصد مفوضية الشرطة التي يتبع لها محل سكناه وأبلغ عن ضياع وثائقه. كان مستعجلا الأمر. يقول لشقيقه إن شيئا ما في أعماقه يحدثه بأنه سيصادفها وسيستعيد أوراقه وكل أشيائه وسيجرها جرا إلى مصالح الأمن. عكس عبد الله فإن عبد المولى يعرف القصر الكبير، إذ سبق له أن زارها أكثر من مرة، وقد أقنع شقيقه بأن يذهب أولا إلى المحطة الطرقية. قال إن مثل أولئك النصابين يعملون في الأماكن التي لا يتعارف فيها الناس. كانت الساعة تقترب من الواحدة زوالا لما وصل.
يومها كان الجو حارا في القصر الكبير. في الشارع تكاد تنعدم الحركة، ومع ذلك فإنهما قصدا المحطة الطرقية وتجولا بها لنحو ساعة، لم يقعا على تلك التي يبحثان عنها. قال عبد المولى: إن النساء يسهل عليهن التنكر، يكفي أن ترتدي نقابا فلا يظهر من ملامحها أي شيء. رد عبد الله بأنه يستطيع التعرف عليها من عينيها إذا ما لم تضع عليهما نظارتين شمسيتين. ولما يأس من مصادفتها في تلك الساعة في المحطة الطرقية ذهب يتجولان في شوارع المدينة، لم يكن لديهما وجهة معلومة، يبطئان السير كلما لمحا امرأة تشبه ملامحها تلك التي يظن عبد الله أنها سرقت أغراضه. سلك عبد المولى بسيارته شارع مولاي علي أبو غالب، كان يسير ببطء لما فاجأته صرخة أخيه: ها هي ها هي. التفت إلى جهة الرصيف، رأى امرأة تمشي بنوع من الاختيال، لم تلتفت جهة السيارة وسلكت شارع محمد الخامس، وما لبثت أن اختفت في زنقة متفرعة عن الشارع. أوقف عبد المولى سيارته، وقبل أن يركنها كان عبد الله قد نزل وجرى نحو المرأة، أدركها ولما تتوغل عميقا بعد في تلك الزنقة لم تلتفت. وصلت السير ولكنهما أن أدركها حتى أمسك بها، بدت وقد فاجأها، نظرت إليه ورسمت على وجهها علامة استغراب. كان أول ما نطق به: أيتها السارقة. برودة دمها ترعبه: ماذا قلت؟ سارقة؟ من أنت أيها السافل وكيف تتجرأ؟ في تلك اللحظة لحق به عبد المولى، سمعها تقول له: اتركني وإلا طلبت الشرطة. لم تمر سوى لحظات حتى تحلق حولهم جمع من الفضوليين، يصرخ عبد الله ملء رئتيه أنها سرقت متاعه بينما كان يسافران على متن القطار. تدخل أحدهم ليعيب على عبد الله ما يقوله، أضاف أن امرأة محترمة مثلها لن تسرق. أحس عبد المولى بأن المكوث في تلك الزنقة قد يجر عليهما ما لن تحمد عقباه، ولذلك استدرج المرأة إلى شارع محمد الخامس. ما أن وصل الشارع حتى رأى شرطي مرور يقف عند سيارته التي ركنها في مكان يمنع فيه الوقوف، توجه نحوه وعبد الله ممسك بتلك المرأة، قال له: إنما أوقفه هنا هو اكتشاف هذه المرأة النصابة. اتصل الشرطي بالمفوضية، وبعد دقائق وصلت سيارة الشرطة، أركبت المرأة وهي تحتج بينما لزم عبد الله الصمت. في الكوميسارية تم الاستماع إليهما، نفت المرأة الأنيقة كل ما يقوله عبد الله، وقالت إنها لا تعرفه ولم تره من قبل. لم يكن لديه ما يثبت بأنه سافر معها على نفس القطار وفي مقصورة واحدة، ولكن الضابط الذي تولى الاستماع إليهما فوجئ لما قام بتنقيطها على الحاسوب. المرأة مبحوث عنها في قضية شيكات بدون رصيد نصبت بها على تاجر معروف في تطوان، كان ذلك مدخلا لتعميق البحث معها. تهربت وادعت أن الشيكات سرقت منها وأن الذي سرقها هو من دفعها إلى ذلك التاجر في تطوان. كان اللافت للانتباه أنها لم تبلغ عن ضياع الشيكات. كان عبد الله متشبثا باتهامها بتخديره والسطو على حقيبته. تقرر تفتيش منزلها، اقتيدت إليه ولم يكن بعيدا، لاحظ الضابط الذي رافقها ارتباكها وهي تهم بفتح الباب. تم تفتيش كل الغرف إلا غرفة واحدة قالت إنها أضاعت مفتاحها لما كانت في السفر. باغتها الضابط بسؤالها عن الجهة التي سافرت إليها، طنجة قالت. لم يعقب الضابط وأمر باقتحام الباب، وكذلك فتحت. سمع صوت يقول: مغارة علي بابا. كانت مكدسة في تلك الغرفة، حقائب بأحجام وألوان متعددة. اندفع عبد الله إذ لم يتمالك نفسه، وفجأة صاح: هذه حقيبتي. أخذها الضابط وفتحها، كانت بها تلك المجلة والكتاب وحافظة الأوراق. اختفت الأوراق النقدية التي كانت بها، ولكن بطاقة تعريفه الوطنية أثبتت صحة أقواله. أجبرت المرأة واسمها أسية بن بلوط على الاعتراف. اكتشف الباحثون أن أناقتها تلك تخفي وراءها نصابة شرسة. حين تم تقديمها للعدالة
لم يكن في ملفها ما يبرر التخفيف. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.